سلمى بيقولها فقراتنا الطبية موضوع كتير مهم وعم نسمع عنه بكتير من الحالات لما بنقول توقف القلب المفاجئ يلي هو تعطل وظيفة القلب، الأمر اللي بيؤدي طبعا لفقدان الوعي وبحالات كتير خطرة ممكن ندخل بحالة وفاة للأسف. شو هي الأسباب الأعراض وكيف ممكن نحن نتصرف بهي الحالة؟ كل هاي الأسئلة حيجاوبنا عليها دكتور فراس زيدان اختصاصي قلبية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد العايد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. أمراض القلب والقسطرة القلبية. نعم دكتور، خلينا نبلش مع حضرتك بالمقصود بتوقف القلب المفاجئ، يعني كثير نسمع عن هذا المصطلح، شو المقصود فيه؟ توقف القلب المفاجئ هو خلل بيصيب القلب بيؤدي إلى توقفه عن القيام بمهامه. هذا التوقف يكون بشكل مفاجئ دون عوارض مسبقة أو قبل ذلك. طبعا هذا الشيء ممكن أنه يكون نتيجة خلل بنيوي أو وظيفي، ممكن يكون مشكلة ببنية القلب أو ممكن يكون كهربائية القلب مثلا، فإله أسباب كثيرة. طبعا دكتور لما نحن بنقول نوبة قلبية مفاجئة، لما بنقول أعراض جلطة هي يمكن المصطلح الشائع بين الناس، شو بيفرق عن مثل ما بنقول حالة الموت المفاجئ اللي نحن عم نحكي عنه؟ شو الاختلاف؟ هلا الموت المفاجئ مثل ما قلنا هو توقف مفاجئ بعمل القلب، خلينا نقول توقف كلي. تمام. يتلو توقف التنفس وغياب عن الوعي وموت كامل. هلا النوبة القلبية هي عبارة عن ألم صدري بيصير نتيجة انسداد بأحد شرايين القلب. طبعا النوبة القلبية ممكن كمان تكون مفاجئة وممكن تكون تدريجية. هي بتكون مفاجئة بنسميها حالة احتشاء عضلي قلبية. هلا طبعا هذه غير هي النوبة القلبية ممكن تؤدي إلى توقف قلب أيضا. النوبة القلبية العادية الناتجة عن داء قلب إكليلي ممكن يكون في مشكلة خطيرة مثلا أو ممتدة كتير وممكن تؤدي إلى توقف كامل بالقلب. عادة هي ما بتكون مفاجأة، بصير في أعراض قبلها، ممكن ألم صدري أو ضيق نفس أو ألم بالذراعين مثلا، هذا بيصير نتيجة انسداد أحد الشرايين، يتلوه بعدين الأعراض الثانية المرافقة ممكن غثيان أو إقياء أو إلى آخره من هالأعراض المعروفة. ممكن بعدها إما أنه يصير في راحة نسبية خاصة إذا تلقى العلاج، أو ممكن يكمل يدخل بصدمة قلبية وممكن بعدين يتطور إلى الوفاة. طيب دكتور أحمد، مثل ما حكيت في كتير أعراض ممكن تكون منذرة بهذا الموضوع، مشان ما يصير مثل ما قلنا هذا التوقف المفاجئ ممكن الشخص يدير باله. هلأ الناس العادية بتعرف أنه أي ألم فهي بتقول ممكن يكون معرض لجلطة ففورا بتروح لعند طبيب، هل هي الأعراض متشابهة ولا لا بتختلف؟ طبعا الأعراض بتختلف كتير، أول شيء حسب العمر وحسب السبب. هلأ مثلا إذا كان السبب هو نقص التروية فبتصير أعراض نقص تروية في البداية، اللي هي الألم الصدري خاصة عن بذل الجهد أو ضيق النفس اللهتة، ممكن خفقان يصير كمان، هاي بالبدايات بتكون على الجهد، بعدين بتتطور بصير على أقل جهد، ممكن بالبداية على جهد منيح بعدين بصير على جهد قليل، ممكن فيما بعد حتى على الراحة تصير بالحالات الشديدة جدا. هلأ هاي الأعراض هي الأعراض بنسميها الوصفية، بس في أعراض غير وصفية ممكن يصير مثلا خدر أو تنميل أو لعية نفس أو إقياء أو إلى آخره من هالأعراض اللي هي بنسميها غير نوعية أو غير وصفية، واللي ممكن تكون سابقة للنوبة القلبية. النوبة القلبية ممكن تكون خلال دقائق وممكن تمتد أكثر. احتشاء العضلة القلبية عادة الألم فيه بيكون أكثر من 10 دقائق، ما بيكون لفترة قصيرة، اللي بيكون فترة قصيرة بيوقف على الراحة أو على حبة تحت اللسان فرضا أو أي شيء، هي النوبة العادية. احتشاء العضلة القلبية لا بيكمل عادة الألم فترة أطول، بس نادر ما يتجاوز نصف ساعة، نادر قليل. هلأ بهيك حالات طبعا الإسعاف المريض هو أهم شيء إلى أقرب مشفى ليتلقى العلاج المناسب.
نعم، دائما السؤال دكتور انه هل العمر علاقه ان كان باحتشاق العضله القلبيه او حتى بتوقف القلب او الموت المفاجئ في حال كانت العمر كبير، هل له علاقه او لا؟ ما خسر هي عاده النوبه بتجي، النوبه القلبيه عاده عند المتقدمين بالعمر، لكن ممكن تجي عند الصغار خاصه بوجود اسباب خلقيه عندهم. في اسباب خلقيه مثلا شذوذ منشا الشرايين الاكليليه، هذا مرض خلقي مو شرط يظاهر بالطفوله، ممكن مرحله الشباب، ممكن اثناء الرياضه. نعم. لذلك عم نسمع كثير عن وفيات بتصير عند الجهد العالي فرضا، سواء كان كره قدم او اي شيء اخر، فممكن تصير نتيجه شذوذ منشا الشرايين الاكليليه. نعم. ممكن يكون شذوذ بكهربائية القلب، زملائنا الأطباء بيسمعوا فيها أكيد بيعرفوها، متلازمة تطور QT. QT هي وصلة بتخطيط القلب، بتكون شاذة، بتكون طويلة بشكل شاذ. هلا طبعا إلى أنماط كثيرة، بس هي بتتشخص بسهولة بتخطيط القلب، رغم إنه في أشكال منها صعبة شوي يعني تشخيصها، ممكن تحتاج استقصاءات ثانية. هلا من الأمراض أيضاً الخلقية واللي ممكن تصيب الصغار وتؤدي دخولهم بنوب قلبية هي اعتلال العضلة القلبية الضخامة، ضخامة القلب. هي كمان خلقية دكتور؟ هي خلقية بالتأكيد. نعم. وعائلية حتى ممكن يعني تكتر بعائلات معينة. لذلك هلا دائماً وصيتنا أي وفاة باكرة بعائلة يجب استقصاء كل أفراد العائلة، يجب إجراء دراسة لكل أفراد العائلة، دراسة البسيطة الأولية، وممكن نحتاج لاستقصاءات زيادة. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن عوامل خطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ. ممكن شخص ينصاب مرة، ممكن هل تتكرر مرة ثانية ولا لا، خلص بيصير في نمط علاجي معين ممكن يتفادى هذا الموضوع؟ طبعا هلا ممكن نتفادى هالشيء بالحياة الصحية، خلينا نقول نمط الحياة الصحية اللي ممكن نوصي فيه دائما، من حيث المأكل، المشرب، العادات اليومية اللي ممكن يعملها الإنسان، المحافظة قدر الإمكان على وزن مثالي أو أقرب ما يكون للمثالي، مكافحة البدانة مثلا، التدخين، توقف عن التدخين. التدخين خاصة بالأعمار الشابة له تأثير أكبر بكثير من الكبار بالعمر. لما يكون التدخين بدأ بعمر قبل 35 سنة، لسه الخلايا بيطور البناء، بيطور الأنابوليك بنسميها، فبيكون تأثيرها كثير قوي العوامل المؤذية خاصة الدخان أو الأرجيلة. هلأ بعد 35 بيضل مؤذي الدخان حتما، لكن بيكون أخف نسبيا من الأعمار الصغيرة. لذلك دائما نحن بنوصي بهالشيء، بالإضافة لموضوع الأكل الصحي، التخفيف من النشويات، الكارب والدهون، وخاصة المشبعة، المقالي مثلا مفروض إلغاء الحقيقة. السكر مفروض كمان نلاقي حل لموضوع السكر، لأنه تناول السكريات بكمية كبيرة كتير مشكلة بالنسبة للقلب وبالنسبة للصحة العامة. هلا اخر شغله ممكن نحكي فيها هي موضوع الرياضه، وهي اللي صار قله الحركه هي الوباء الحقيقي، لانه نحن لما كنا صغار والاجيال اللي قبلنا، كان التلميذ ليروح على المدرسه يقطع 5 كيلومتر مشي وحامل شنطايته وحامل اغراضه. هلا الاوتوكار على باب البيت بياخذ الطفل على مدرسته بيرجعه يعني باقل قدر من الحركه، وهي الحقيقة إذا ما نفكر فيها إلى أبعاد خطيرة كتير للمستقبل. حتى على الأطفال دكتور؟ حتى على الأطفال طبعاً، لأنه هي بالأساس العصيدة الشريانية، العصيدة اللي بتسد الشرايين تبدأ بالطفولة. بتظهر على الكبر، لكن هي تبدأ من الطفولة، من مراحل الأولى للعمر، سواء نتيجة عادات سيئة أو عوامل وراثية. في عوامل كتير وراثية بتلعب دور، ما اللي يد فيها الإنسان بتلعب دور بمرض القلب. اضطراب شحوم الدم العائلي مثلا، هي مرض وراثي. حلو دكتور انه عم نضوي على موضوع الناحيه الوراثيه وخطورتها اليوم ان كان بتوقف القلب المفاجئ وامراض القلب على كافه انواعها. خلينا نوضح الاشياء بالامراض الوراثيه اللي ممكن تسبب ان كان وفاه قلب توقف قلب مفاجئ وحتى ان كان الجلطات وغيرها. هلا اول شيء شذوذ منشا الشرايين الاكليليه، في له انماط كثيره، في شكل ممكن يمر الشريان الإكليلي بين شريان الرئوي والأبهر، فعند الجهد العالي ممكن ينضغط يسبب احتشاء وتوقف قلب. نعم.
هلا في الشذوذات الكهربائيه مثلا اللي ممكن تكون في لها انماط كثيره، تطاول كيوتي اللي حكينا عنه او متلازمه بروجادا، تعبير طبيه، بس هي الفكره انه خلل كهربائي في القلب، اعتلال العضله القلبيه الضخامه خاصه الساد بنسميه، اللي بيسكر مخرج البطين الايسر بسبب الكتله العضليه الكبيره وبنقص جوف البطين، بصير ما في ضخ دم كافي رغم السماكة العضليه، لكن ما في ضخ كافي. طبعا بالاضافه للشذوذات الصماميه اللي ممكن تكون داء ابهري مثلا، تضيق ابهري او ثنائي الشراف او الى اخره، هي كلها عوامل الحقيقه ممكن تؤدي لظهور الاعراض عند الشباب، مرحله الشباب هي خلقيه. بس الفكره انه هالامراض معظمها بتشخص بسهوله بالاجراءات اللي بتصير باي عياده قلبيه، تخطيط وايكو قلب. طبعا لا التخطيط بيغني عن الايكو ولا الايكو بيغني عن التخطيط، هذا شيء وهذا شيء اكيد. فالدراسه الكامله لحاله المريض هي اللي بتقود للتشخيص. هي الحالات تتشخص بسهوله مثل ما قلنا بهالاجراءات هي، ممكن نتفادى المشاكل الكبيره. بالاضافه دائما رسالتنا نحن للناس وخاصه للشباب، اذا في اي اعراض يجب مراجعه الطبيب الاخصائي لحتى يشوف الوضع شو فيه شو صار، لانه هي ممكن هلا في كثير ناس تشكي من نغزه من دوخه من شغلات، غالبا هي مو قلبيه لكن قد تكون قلبيه. نعم. لذلك معلش خلينا لو نعمل 100 فحص، اذا اكتشفنا واحد منهم انه هو عنده مرض قلبي بنتفادى الوفاة. خاصه دايما نسمع هلا بهي الفتره دكتور انه عم يخزني قلبي من البرد، يعني هون دغري بيرجع السبب انه من البرد، غالبا هي نتيجه تشنج عضلي. نعم. بس قد لا تكون هيك يعني. هي فخاصه اذا مرتبطه بجهد المساله، هلا بالجو البارد بذل جهد، بالجو البارد صعود بطريق شوي مرتفع تظهر الاعراض، هي موجهه انه مشكله قلبيه. البرد لانه بزيد تشنج الشرايين وبزيد العبء على العضله القلبيه، بزيد الاحتياجات الاستقلابيه، فبيظهر الاعراض فعلا. هلا نحن هاي بنهتم فيه كثير، اللي لما يمشي بطريق بارد مواجهه الهواء مثلا بحس باعراض، فهذا لابد من انه. والزياده العاليه دكتور بخفقان القلب كمان ممكن تكون مؤشر كمان بحال صعود درج او حتى بقطع مسافه طويله، كمان هي ممكن تكون مؤشر. طبعا الخفقان هو احد الاعراض القلبيه الاساسيه. طبعا كمان مشان نطمن الساده المشاهدين، مو كل الخفقان هو مشكله، لكن هذا الاعراض هي من الاعراض اللي تستوجب زياره الطبيب واجراء الفحص للتاكد من وضع المريض. الخفقان احد العلامات القلبيه الاساسيه اللي ممكن تنذر بوجود مشكله طبعا. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطة كمان مهمة، حضرتك وأنت عم تشرح عن الموضوع عن طرق، خلينا ندخل شوي بطرق العلاج. اليوم في كتير ناس بتهمل بعض الأدوية، مثلا نعرف أنه كل مرضى القلب أو أغلبهم بنوصف لهم أدوية مرتبطة أخرى بعملية تصريف المياه من الجسم مثل المدرات البولية وغيرها، لأنه بصير عندهم وزمات مائية، فبالتالي بيهملوا هذا الدواء، بيقولوا أنه شو رح تأثر هي الحبة، نحن عم ناخد دواء القلب شو دخل هي بهي، وبتصير في كثير اختلاطات، ممكن نحكي عن هذا الموضوع؟ اكيد. هلا مو بس الادويه، المنشطات ممكن يكون لها دور، حتى مميعات الدم احيانا. طبعا المشروبات الطاقه وهي جدا خطيره الحقيقه، لانه بعضها بيحتوي كميه كبيره جدا من الكافيين ومشتقاته، بيؤدي لتسرعات قلب شديده وعم يبالغوا فيها الشباب احيانا، فممكن تؤدي لموت قلبي مفاجئ. ممكن منشطات، طبعا المنشطات، مشروب الطاقه ومشروبات الطاقه والمنشطات اللي بياخذوها البادي بيلدر على شكل حبوب احيانا، اللي بيلعبوا رياضه بناء الاجسام، ممكن هرمونات مثلا ياخذوا ستيرويد، انابوليك ستيرويد مثلا او جي اتش، او اذا ما كان باشراف طبي يعني. طبعا اذا باشراف طبي ما في مشكله، يعني ممكن تتاخذ بعض هالادويه بحذر شديد، لكن لما تتاخذ بشكل عشوائي وبدون مراقبه طبيه فكمان لها تاثير على القلب وعلى الشرايين، وممكن يكون لها مضاعفات خطيره. بالنسبه للمدرات الحقيقه اخطر شيء هو موضوع اللي بصير نقص البوتاسيوم نتيجه الادرار، هذا اللي بده مراقبه ومتابعه دوريه. ونقص الشوارد وخاصه البوتاسيوم كمان ممكن يؤدي لتوقف القلب، مثل ارتفاعه الشديد ايضا ممكن يؤدي الى توقف القلب. فلذلك الحقيقه لازم يتراقبوا بشكل جيد.
كل قد ايه ممكن يعملوا تحليل لهذا حسب الموضوع؟ اول شيء الجرعه والنوعيه، مدرات انواعها كثيره الحقيقه. الادويه هي كلها بدها مراقبه دوريه عند الطبيب اللي بيكتبها، يعني الطبيب اللي وصف هالادويه هو اخضر على وضع خطه المراقبه المطلوبه وانه كيف بدنا نعمل للمستقبل. لكن كثير مهم انه المريض يتابع بشكل دقيق هذا الموضوع لحتى يتفادى المشاكل الجانبيه، وخاصه اضطراب الشوارد اللي ممكن ياثر كثير على عمل القلب، ممكن بعيد من هون يؤدي الى وفيات قلبيه. نعم دكتور، بنصائح اخيره وسريعه ان كان للشباب اليوم بعجقه هي الحياه، ومثل ما بنشوف يمكن دخان وارجيله وكل هي التفاصيل وغيرها من نمط الحياه الغير صحي، شو بتحب توجه لهم رساله او كلمه توعيه؟ الحقيقه دائما نحن بنكرر نفس الكلام، انه نمط الحياه الصحي يكون هدفنا ما امكن، كل اقل وتحرك اكثر. مهما كان اكل الانسان يحاول يخففه، مهما كانت حركته يحاول يزيدها. في ناس لانه عندهم حركه فعلا يوميه بعملهم بيعتبرها رياضه وما في داعي يمارس الرياضه. الجسم بيتاقلم مع اي شيء بيعيش فيه لفتره، يعني بيمشي 5 كيلومتر، اذا ضل يمشي بس 5 كيلومتر خلاص جسمه تاقلم ما عاد يستفيد منه. نعم. هالفائده الكبيره مفيدة الحركة شو ما كانت، لكن ما عاد لازم يطور جهده، لازم يلاقي حصة رياضة مختلفة يغير نوعا ما من هذا الموضوع. نعم. وأهم شيء الابتعاد عن التدخين والأرجيلة، والأرجيلة خطرة مثل السيجارة تماما، رأس الأرجيلة الواحد يعادل تدخين باكيتين على الأقل. أكيد دكتور أحمد العيد، نشكرك أكيد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، بدنا نتمنى لك كل التوفيق ونهارك حلو يا رب. الله يخليك. شكرا لك دكتور. شكراً.